السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. قراءة عناوين الصحف السودانية الصدر صباح اليوم 2021. نستهل بصحيفة الانتباه. لمزيد من التفاصيل يرجى زيارة موقعنا والتكرم متابعتنا على صفحة الفيسبوك، ستجدون جميع الروابط أسفل وصف الفيديو. شكرا لحسن المتابعة.